بس يعني احنا عندنا هنا مثلا طقس او عاده الناس دايما بتحب تعملها، ان هو بتقيم موائد رحمن لعابر السبيل والناس اللي هم ممكن يكونش يعني معاهم فلوس يفطروا. هل العاده دي موجوده برضه عندكم او حتى لو بشكل مختلف؟ صح، موجود عندنا ولكن بشكل مختلف. ولكن اريد ان اقول شيئا، يعني عندما جئت يعني رايت هذا ما قلت عنه، يعني ما عبرت عنه الان، رايته في مساجد كثيره وفي اماكن كثيره، وانا والله كنت مسرور جدا وحببت هذا والله. يعني صحيح، يعني في اشياء عندنا يختلف من ما في مصر هنا، ولكن هذا شيء جيد جدا، هذا هو المطلوب في الاسلام في شهر رمضان. انا حتى يعني يوم من الايام كنت اتحدث مع زميلي وقلت له اذا رجعت في كوت ديفوار ساحاول ان افعل ما رايت هنا، يعني مائده الرحمن، و يعني ساحاول ان افعل نفس الشيء كما رايته في مصر. طيب، هذا شيء جيد وانا والله احب هذا جدا والله. طب هسألك على حاجه، يمكن رمضان هناك في اجواء حاره او البلد عندكم جواها حار، بتتغلبوا على الاجواء دي ازاي في رمضان، خصوصا ان احنا في رمضان بنبقى صايمين ودايما عايزين نشرب سوائل وميه؟ لا يعني بالنسبه للحر عندنا حر مصر اشد من الحر في كوت ديفوار. نعم، حتى